قال عبد الله بن عامر كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيتنا فنادتني أمي قالت تعال ليعطيك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها ما أردت أن تعطيه؟ قالت يا رسول الله تمرا، قال أما إنك لو لم تعطه شيئا كتبت عليك كذبة. فلا تتهاون أيها الأب، لا تتهاوني أيتها الأم في الكذب حتى ولو كان شيء يسير، لا تكتب عليك كذبة وتهتز قيمتك أمام هؤلاء.